السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هعمل لكم البامية الويكا تخزينها. انا عملت لكم قبل كده اللي هي البامية الويكا طبيخها، ازاي تتعمل البامية الويكا بالشوربة. النهاردة هعملها لكم تخزين. تمام، انا غسلتها وخرطتها بالمنزل ده زي ما انتم شايفين. دلوقتي بقى هنحط مية على النار تغلي زي ما انتوا شايفين كده، حطينا حضلة فيها مية مش لغاية لما تغلي الأول عشان نحط فيها البامية. البامية دي يا جماعة على فكرة دي بامية بلدي، دي بامية بلدي اللي هي الخضراء خالص، ما فيهاش الحتت الحمراء اللي بتبقى في بعض البامية، بيبقى فيها حتت حمراء. تمام كده، هنحط على المية برضو سن على سن المعلقة كده كربوناتو اهي عشان يديها اللون الأخضر بتاعها كده. نحطها، نحط بقى البامية، انا جبت كمية عشان اعملها على كذا كيس واخزنها في التلاجة كده. اسيبها بتاع دقيقتين على المية على النار، المية كده لحد ايه مش تستوي، لحد ما تقلب معايا المية بالغليان، وبعد كده وان اشيلها من المية بتاعتها كده. خلاص بالمنظر ده كده خلاص نقدر نشيلها بقى. هنصفيها في مصفى وجري على طول هنحطها في مية فيها مكعبات تلج زي ما انتوا شايفين كده، زي ما انتوا شايفين كده مدلقينها. ونصفيها برضو تاني. كده احنا صفيناها وسبناها في المصفى تحت منها حاجة عشان تصفي المية بتاعتها، وزي ما انتوا شايفينها كده باللون الاخضر بتاعها، باللون الاخضر بتاعها. دلوقتي هنسيبها لحد ما تتصفى خالص، بعد ما عملنا عليها المية الساقعة المية بالمكعبات تلج، وبعد كده المية من الحنفية هنسيبها تصفي خالص، وبعد كده هنعبيها في اكياس وهنطلع منه الهواء، وبعد كده هوريلكوا هي في اكياس كده. احنا صفيناها وبعد ما بردت خالص حطيناها في اكياس على قد الطبخة اللي احنا هنعملها اهو، جم 3 اكياس دي هنحطها خلاص في الفريزر وهنطلعها. لو عايزين نسيبها سنة هنسيبها. دي طريقة. في طريقة تانية يا جماعة، ان المية اللي احنا حطيناها عشان نحط فيها البامية ممكن تكون شوربة، شوربة نخلي نحط فيها لما تغلي نحط فيها برضو الكربونات والسن سن المعلقة ونحط فيها البامية. بس في دي بقى هنسيبها بعد ما تاخد السوا بتاعها النص سوا، هنسيبها على النار حاجات بسيطة لحد ما تبقى نص سوا. بعد كده هنطفي البوتاجاز ونسيبها لحد ما تبرد خالص، وناخد جزء البامية كده بس بالسائل بتاعها اللي هو الشوربة، حتى لو سائل قليل بس ان هي ايه يبقى فيها شوربة.
ونشيلها في اكياس ونحطها في الثلاجة. سواء الطريقة دي او الطريقة دي، لازم الكيس لما نطلعه بالنسبة اللي هي ما فيهاش شوربة دي، لما نيجي نطبخها نسخن نغلي الشوربة قوي، بعد كده نحطها وهي متلجة البامية كده، نحطها الكيس وهي متلجة نحطها في الشوربة على طول، تاخد تفك جوه الشوربة وهي بتغلي، تاخد غلوة او نص غلوة، بعد كده نعملها بالطريقة اللي احنا عايزينها بيها، سواء بقى ايه كل واحد حسب طريقته اللي بيعملها بيها الويكة. تمام كده برضو اللي هي بالشوربة نفس الوضع، بس بنحط بقى كمية شوربة اقل ليه، لان هي فيها شوربتها، انما دي احنا بقى كل ست بيت عارفة مقدار الكيس اللي هي بتعمله هتحط على ايه شوربة قد ايه عليه. تمام كده يا جماعة، يا رب يكون بس افدتكم ويكون الفيديو عجبكم، ويا ريت لو عجبكم تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس للكل عشان يوصل لكم كل جديد، ونهاركم ابيض ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.